أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديركي. الحب الأول. ليس كما يقول أبو تمام وغيره بهذا الشكل الرومانسي تماما. الحب الأول في بلادنا لا يشبه الحب الأول بشيء، ولا يشبه الحب الأول في بلاد الله المتحضرة بشيء. إن الشاب الذي يقبل على الحياة بعد تجاوزه لمخاطر سن المراهقة وبيعقل يطلب كل شيء من الفتاة التي قرر أن تكون حبه الأول. فبعد كليشيهات الغرام المعروفة من سهر الليالي والبكاء والآلام العاطفية الحادة والرسائل والقصائد الرومانسية تحين لحظة الظفر بالحب، فتتحول الفتاة فجأة من حب أبدي وامرأة الحاضر والمستقبل إلى مجرد غنيمة، ويبدأ الشاب بطلب كل المستحيلات منها والتي تتلخص بأنها رغباته الجامحة. وما إن يبدأ بالعلاقة إياها معها حتى يتكبر ويتجبر ويصبح دون جوان زمانه، وكأنه لم يكن تلك الممسحة العاطفية قبل أيام، يصبح عنترا وأبو عنترا متناسيا كيف كان ياسين قبل أيام، ويبدأ بالاعتقاد بأنه ملك الجمال والجقل الذي انتظرته الأمة منذ أجيال وأجيال، فيكثر خروجه بعيدا عن الحبيبة ويفضل أن يكون مع حبيبة أخرى. وبالتأكيد يجب أن تكون الحبيبة الأخرى ضربا كي يدمر أصدقائه الشباب، فهو الأفضل وهو آسر قلوب العذارى. أما تلك الفتاة اللطيفة التي أحبته وصدقته وحدثت أن هذه الدموع التي أراقها إنما هي دموع الابتهال إلى الحب، لا دموع الكبت والوحدة الجنسية التي يعاني منها كل شبابنا وبناتنا. وعلى الطرف الآخر فإن الفتاة تطلب من الحب الأول المستحيلات تبعه، فهذا الشاب الغر في أحسن الحالات يجب أن يكون نفسه، ويجب أن يشتري لها بيتا باسمها، مو مشان شي، مشان الأمان. وهذا الشاب الغر يجب أن يشتري لها سيارة، لأنه مو حلوة بحقها أنه تكون فردا في عائلة بلا سيارة، وأن على هذا الشاب الغر أن يعيشها عيشة الأميرات. أو لم يقل لها في قصائده أنها أميرته المنتظرة؟ ويذهب هذا الشاب إلى الحياة وهو يعتقد أنها كذلك، بحث محموم عن المال كي ترضى الأميرة، حتى تحول الشباب كلهم إلى باحثين في شؤون المال وضليعين فيه وباحثين لاهثين عنه ومتهافتين عليه، فقد علمهم حبهم الأول أن المال هو كل شيء. وبين هاتين المعضلتين يبقى مجتمعنا مفتقدا إلى الحب، لأن الحب في بلادنا تحول إلى كذب ورياء ونفاق، تحول إلى شعار يبحث باسمه الشبان عن المال، وتجلس باسمه الفتيات في أحضان الأثرياء العجائز. وعوضا عن أن يكون الحب هو تلك الإشارة الإلهية للإنسان كي يختار شريكه الذي سيساهم معه في صراع الإنسان من أجل البقاء، أصبح الحب هو إنتاج إنسان من عائلة كئيبة كل العلاقات فيها قائمة على الكذب والنفاق. فالطفل الذي نتج عن قصة حب بين رجل وامرأة أجمل بكثير من الأطفال الذين جاءوا عن طريق شخصين منافقين لا يحب أحدهما الآخر. ولئن استمر الإنسان في البقاء فهو يعلم أنه استمر بفضل غريزة الحب أولا وأخيرا، فالحب هو الذي جعلنا نتكاثر ونستمر جيلا بعد جيل، وتعليب الحب واستخدامه كوسيلة انتفاع هو الذي خرب أجيالنا جيلا بعد جيل. الحب هو القيمة الأخلاقية العليا عند بني الإنسان، فلماذا نخجل مما يحبه الله فينا؟ ولماذا نصعب الحب الأول على أبنائنا ونحرمه عليهم؟ ولماذا يطلب الشبان والفتيات كل شيء من الحب الأول ولا يتعاملون معه ببساطة؟ فهو الدرجة الأولى التي سيصعد عليها الإنسان ليتعلم الشرف والنزاهة وحب الآخرين.
كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سورياني.